طبعا الاهلي الحقيقه دايما مصدر فخر لينا بمختلف فرقه الرياضيه، يعني الكلام مش بس على كره القدم ولاعبي كره القدم، لا ده في كمان على كل المستويات الحقيقه وكل يعني انواع الرياضات المختلفه اللي بيتالق من خلالها لاعبين النادي الاهلي. اللي حصل كالاتي، يعني امبارح الحقيقه يعني سباحة النادي الأهلي توجت بالأمس بلقب بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة اللي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، وقدمت فرق السباحة في النادي الأهلي عروض في منتهى القوة واستحوذت على المركز الأول في أغلب المراحل العمرية المشاركة في البطولة. حصل الأهلي على كأس المركز الأول لمرحلتي 16 سنة ناشئين وناشئات و18 سنة ناشئين و19 سنة ناشئات، بالإضافة لمرحلة العمومي أنسات. كمان حصل النادي الأهلي على كأس المركز الثاني لمرحلة العمومي رجال ومرحلة 17 سنة ناشئات، بالإضافة لكأس المركز الثالث لمرحلة 18 سنة ناشئات و19 سنة ناشئين. طبعا تحية كبيرة جدا لكل اللاعبين وكل الجهاز الفني اللي بيضم طبعا الأستاذ وائل عزت رئيسا للجهاز، ومعاه محمد فاضل نائب رئيس الجهاز، وخالد عوض مدير فني سباحة المياه المفتوحة، وتامر زينهم مدير فني السباحة، وطبعا غيرهم كتير. وطبعا عشان نتعرف أكتر على المزيد من التفاصيل احنا معانا على التليفون الاستاذ وائل عزت وهو رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. استاذ وائل صباح الخير على حضرتك ومليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، صباح النور عليكم وعلى الجمهور ومتابعين. كابتن وائل حضرتك سامعني؟ صباح الخير عليكم وصباح الخير على جمهور النادي الاهلي ومتابعين واعضاء النادي الاهلي. واحنا في ظل الانتصارات الجميله اللي بتحصل دي احنا بنحاول نعمل حاجه في قطاع السباحه النادي الاهلي تهديل للنادي والاعضاء والجمهور كله. الحقيقه انتوا مش عاملين حاجه، انتوا عاملين حاجات وكلها حاجات اجمل من بعض، وعايزين نعرف سر تفوق النادي الاهلي فيما يتعلق بالعاب الماء بشكل عام. والله يا فندم هي احنا اتكلمنا مع حضرتك قبل كده، هي منظومه احنا ناس زي ما بيقولوا كده دايما ابدا. شوف حضرتك فخور ازاي ببطوله افريقيا وفخور ازاي بانتصارات جميع الالعاب. احنا ربنا في النادي الاهلي، انا كنت كابتن النادي الاهلي كابتن منتخب مصر في كره الميه. تمام. فاحنا بنتربع على ان احنا نكسب، فهو احنا بنستلم من اللي قبلينا عاملين نتائج كويسه وبنحاول نستمر. طبعا حضرتك انت عارف ان الكورونا وقفتنا شويه. صحيح. بس انا بشكر السباحين وبشكر المدربين والاداريين على المجهود الخارق اللي عملوه عشان نوصل بالنتيجه دي. والحمد لله احنا بنحاول نكون على قدر المسؤوليه اللي احنا بنتحط فيها. والى اي درجه ما نقدرش نقول ان كان ملحوظ باي حال من الاحوال ان توقف اللي طبعا حصل نتيجه الكورونا اثر بالسلب بشكل ما على اللاعبين الحقيقه، يعني مش لامحين ده من خلال حتى الانجازات نفسها؟ لا والله يا فندم هو يعني لا هو اثر شويه. احنا كنا المفروض يعني نجيب مثلا 8 كاسات. احنا انت عارف حضرتك احنا دايما ابدا ما بيبقاش عندنا احنا الطموح لا يقف، فبنحاول نكسب كل حاجه، احنا ده اللي اتربينا عليه. فاحنا بس للاسف احنا الفتره اللي فاتت كان في سباحين تعبانين شويه، ممكن ما يكونش عنده كورونا بس بقى دلوقتي في نوع من انواع الخوف من اي حاجه. لا بس يعني يكفي الجمله اللي حضرتك قلتها، شفتي قدر الثقه. احنا كان المفروض نجيب 8 كاسات للدرجه. دي الموضوع محسوم مفروغ منه. لا احنا حضرتك احنا قبل ما بنسافر بنبقى شايفين، واحنا سباحينا بنبقى مستعدين او سباحاتنا بنبقى مستعدين معاهم، بيبقى قاعدين بنتكلم معاهم. في حاجات ظروف تبقى خارجه عن ارادتنا طبعا. بس الحمد لله زي ما بيقولوا كده عندنا بلان بي. فالحمد لله بشكر الناس كلها اللي كانت معايا، ونبقى دائما ابدا على قدر المسؤوليه ونبقى فرحين جمهورنا واعضائنا ومشاهدينا. الحقيقه دايما بلان بي فيما يتعلق بالنادي الاهلي بشكل عام بمختلف فرقه الرياضيه، يعني دايما بلان بي ما بتقلش قوه وتاثير عن بلان ايه. فيعني الف مليون مبروك يا فندم، وان شاء الله مستنيين بقى منكم المزيد الفتره الجايه باذن الله. ميرسي وشكرا جدا على متابعتكم، وانا سعيد جدا وفخور بالبرنامج ده ومتشكرين جدا، وان شاء الله على طول نبقى متواصلين معاكم بالانجازات اللي شرفنا وشرف النادي الاهلي. ربنا يخليك ان شاء الله. كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وصباح الفل عليك.